مين هدول امي؟ احكي يا امي. ما بعرف، يمكن شحادين. روحوا طلعوا من هون، يلا يلا روحوا، يلا طلعوا من هون، يلا روحوا. طيب يا أمي، شو عم يعملوا الشحادين بالبيت؟ ومعن ولد صغير كمان؟ أنت عن جد ما بتعرفي مين هدول؟ شوفي أمي، أنا هلأ اتذكرت مين هدول. هدول 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 مثل أولادي. فاطمة، يا الله دخيلة. شو عم يصير؟ فاطمة فاطمة بنتي، فاطمة خلص راحت. بس لوين بيكونوا راحوا؟ أنا شو عملت؟ أنا شو عملت؟ شو عملت يا الله؟ شو عملت؟ أمي، مين اتصل فينا؟ شو قلت؟ مين اتصل فيك؟ في بنت اتصلت فينا، قالت لي أمك مريضة وقالت تعالوا، ترجتني وحتى أثرت فيني كتير. بعد أمنا جهزنا حالنا فورا وإجينا نشوفك. هي فكرت فيني. أنا قلعتها. هلأ قلعتها. هي اللي رجعتكم لعندي. إن شاء الله تقدري تشوفي أبوك يا فاطمة وترجعي لشوفك. بيتنا. وليش؟ هيك أحسن. يا عثمان سامحني، لأني ما قدرت أدير بالي عليكم وجبتكن على دار الرعاية. أختي تعال نفوت، يلا أخيرا جيتوا، لقنا عليكم. أعطيني الولد لأحمله يا روحي، رح طعميك حبيب قلبي عمهل. يلا فوتوا لجوا. اجوا يا أستاذ، هدول اللي هربوا رجعوا. أخيرا اجيتوا، تعوا لشوف، تعوا. دورنا عليكم كتير، حكولي هلأ وين كنتوا؟ بنتي كيف بتعملي هيك؟ تخيلي لو صار شي لأخواتك. لا تفرق.
فرق بيناتنا عمو المدير. مين قالك رح فرقكن؟ شو هالإشاعات هاي؟ من وين هالكذب هاد؟ شو هالعالم هاي؟ هدول الجهل اللي ببينوا الدار كأنه سجن. بنتي ابني، هذا بيتكن، نحن هون مشانكن، مشان ما تضلوا بالشارع وتضيعوا، خوفتونا عليكن. كان بدنا نجيبكن لهون، كان بدنا ياكن تكونوا معنا، بس للأسف ما عاد فينا. جيتكن هيك ما بتزبط مع القوانين. طيب وشو منعمل؟ شو مشان إخواتي؟ نحنا ما عنا بيت وما فيني دير بالي عليهم. لو سمحت ما تاخدوني لألي، بس خدوهن لألهم. أنا بترجاك عمو، بترجاك ساعدنا عمو. ما فيني، لأنه أبوكم بحاجتكم أكتر. بابا؟ بابا حبيبي بابا. بنتي الحمد لله بينت براءة أبوكم، طلع من السجن من بابا. يومين وعم ندور عليكم من وقتها. بابا حبيبي. يا عمري ولقينا شغل لأبوكم كمان، وظيفة مأمنة. كان بدنا مستخدم بدار الرعاية، نحن عرضنا عليه وهو قبل، يعني فيكن تضلوا بدار الرعاية وببيت منفصل. بابا حبيبي. يا عمري. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.